بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه السورة جاءت بعد ما حصلت الموقعة التي حكاها الله في غزوة الحديبية، وكان للمؤمنين برسول الله رأي ولرسول الله وحده رأي، ولم يرتض المسلمون ما قال به رسول الله. ليه؟ تتعصب للإسلام، كيف نقبل الدنيا في ديننا ونيجي ونطلع قريبين من الحرم كده ويمنعونا ان نجي؟ يقول له طيب بس انتم ما تعلموش اللي يعلمه الله. فبين لهم ما علم الله، انكم لو دخلتم قهرا عن قريش ستكون معركه، فاذا كانت المعركه لا تستطيعون ان تميزوا من امن سرا وتدهمونه وتقتلونه فتصيبكم منهم معرة لأنكم قتلتم مسلمين على دينكم. ولو أنهم تزيلوا يعني افترقوا كده وعرفنا أن ده حي المسلمين وده حي الكافرين كنا أذقناهم العذاب الشديد. ولذلك قال لو تزيلوا يعني افترقوا وتميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا إيه؟ قريبا. إذن الحق علم ما لم نعلم، لكن رسول الله الذي يصدر عن وحي الحق رضي بالصلح. هم يقولوا لا ما نصطلحش وياهم، ده احنا لازم نجابهم. طيب وبعدين لما جه سهيل بن عمرو عمل عقد الصلح كتب ايه؟ قالوا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لا نعرف الا باسمك اللهم. رضي رسول الله، يبقى رضي رسول الله بمبدا ايه؟ الصلح. ورضي بان يغير الايه؟ الاستهلال بتاع بسم الله الرحمن الرحيم ونقول على الجاهلية يقول باسمك اللهم، هذه واحدة. ورضي أن تكون المعاهدة 10 سنين وتنفيذها 10 سنين يخليهم يدخلوا يجوا ويعملوا العمرة بعد سنة، يبقى تحكموا في الزمن، يعني هيردوهم بلا عمرة وحيتحكموا في بعدها. الله، كل ذلك ورسول الله يقبل هذا ويقبل هذا ويقبل هذا. المسلمين زعلوا، ولذلك قلنا دخل رسول الله على أم سلمة رضي الله عنها وقال يا أم سلمة هلك المسلمون، أمرتهم فلم يمتثلوا. ماذا قالت له؟ قالت يا رسول الله إنهم مكروبون، يعني محزونين قوي، لأنهم اشتاقوا إلى البيت وإلى الطواف، وبعد ذلك يكونون على بعد 20 كيلو ولا بتاع ويمنعوهم، دي مسألة صعبة. يا رسول الله اعمد إلى ما أمرك الله به، فإن فعلت يعني اذبح الهادي، فإن فعلت ذلك علموا أن ذلك عزيمة وكل واحد يقوم يعمل العملية. والله سبحانه وتعالى سيخبرهم لماذا منعهم من الهدي. وفعلا قبل ما يوصلوا المدينة كان ربهم أعلم أنا ما عملتش كده، أنا كنت أقدر أنصركم، إنما فيه مسلمين ستروا إسلامهم عن الكفار، فلو دخلتم لهاجمتم الكل، ولو هاجمتم الكل تبقى أصبتم قوما من المسلمين فتصيبكم منهم إيه؟ منهم ربع. يبقى رسول الله قبل الصلح أولا، ودك مرديوش قبل أن يقول باسمك اللهم ولا يقول بسم الله. سيدنا العلي قلنا أنه إيه؟ أصر على أن يكتب بسم الله، وأصر على أن يكتب هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو قال له لا، بل لو علمنا أنه رسول الله ما وقفناش له، ولكن اكتب هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله. فسيدنا علي ما رضيش يكتبها نفسه، ما طوعتوش أنه ما يقولش رسول الله، فرسول الله قال اكتبها. فلما كتبها على امتعاض التفت إليه رسول الله وقال له ستسام مثلها فتقبل، يعني حيحصل لك أنت مثل هذا الموقف. وقد حصل في ايام موقعه ايه؟ موقعه صفين، لما حبوا يعملوا صلح بين علي ومين؟ معاويه. قال اكتب هذا ما تعاقد عليه علي امير المؤمنين. قال له لا حيلك، لو علمنا انك امير المؤمنين ما نقفش ولا نقتلك، ولكن اكتب هذا ما تعاقد علي بن ابي طالب. افتكر كلمه مين؟ قال له ستسام مثلها. فايه؟ اذا المساله مش في حميه اسمها الحميه الكاذبه، والحمية الصادقة أن تكون عندك حمية في موقف الحق الذي يقيم الحق ولا يقعده.
فلو أنك أنت وقفت لهم هتدخل المعركة وبعد ذلك يحصل ما يحصل. إذن الحق سبحانه وتعالى قال بعد ذلك في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بي إلها وآمنتم بي واحدا وآمنتم بي قيوما وآمنتم بي حكيما وآمنتم بي بأني أجازي على السيئة وآمنتم بأني أستطيع أن أجعل الآخرة الآن، أجعل الساعة قم دلوقتي، يا من آمنتم به، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني إيه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ دي مسألة شائعة حتى في الفلاحين. واحد يجي مثلا قدام واحد وكان عمل ذنب، يوم يجي قدامه يقول له إيه أنا بين يديك. يعني إيه بين يديك؟ افعل بي ما شئت. فالله يقول للمؤمنين: اوعوا تقدموا بين يدي رسول، أنتم بين يدي رسول الله، اوعوا تقولوا رأي قبل ما يقول لكم، اوعوا تقولوا رأي يخالفكم. ولذلك سيدنا عمر لما قال أنا أقبل الدنية، قال أبو بكر له: يا عمر إلزم غرزك، يعني اعرف مكانتك كويس، إنه رسول الله، وما دام رسول الله يبقى اللي يقول على العين. فلا تقدموا بين يدي، يعني لا تقطعوا أمرا قبل أن يقضي فيه رسول الله، ورسول الله لا يقضي إلا عن وحي من الله. فكأنكم إن وقفتم أمام أمر من رسول الله، وقفتم أمام أمر من مين؟ الله الذي آمنتم به، وإلا كنتم مش متقين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا قال الله رأي أو قال رسوله رأي، ما تقدموش أنتوا رأي من عندكم. ولذلك أقول لك الأقل حين يجلس أمام الأعلى. ليه؟ لأنه يبقى في مواجهته. حين يكلمه ما يحتاجش، إن كان عن يمينه ما يحتاجش يعمل له كده. ما بيشوفش واحد لما يكون عن يمينه وبده يكلمه بيعمل له كده، يوطي عليه ولا شماله يعمل كده، أو قدامك. فلا يكلفك حركة، وبقولك أنا بين يديك، افعل بيه إيه؟ افعل بيه ما إيه؟ ماشي. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله. إن أردتم أن تقدموا بين يدي الله ورسوله، أنتم تبقوا ملزمين بأن تتقوا الله. تتقوا الله إيه؟ ما تبقوش كذابين في الإيمان، لأنكم ما دام آمنتم بالله وآمنتم بالرسول ما يصحش أنك أنتم ترجعوا تاني إيه؟ وتخلفوا. واتقوا الله، إن الله سميع لكل صوت يقال. مهم قعدوا يقولوا ألا نقبل الدنيا في أمورنا، لا لا كذا، وعليم بما في إيه؟ في نفوسكم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يبقى أول حاجة قال إيه؟ لا تقدموا أو تقطعوا أمرا إيه؟ بين يدي رسول الله، بل قولوا إحنا بين إيديك اللي تقول عليه إيه؟ ننفذه. زي ما نفذتم الحكاية اللي قالها وأنتم ما كنتوش راضيين عنها، صلح نفذته. طيب باسمك اللهم نفذته. ما تعاقد عليه رسول الله قالوا لا بلاش رسول الله، وعملتوا كده رضيتم بكل هذا. يبقى كل أموركم لازم تقضى عن إيه؟ بين يدي الله. ما تقدموش لكم رأي أبدا ما دام لله فيها رأي وما دام لرسوله فيها رأي. لأن الطاعة قسمين، فيه يقول الحق أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أدي واحدة. ومرة يقول أطيعوا الله والرسول، يعني ما يجيبش أمر، ما يكررش أمر الطاعة. في الأولى قال أطيعوا الله وإيه؟ وأطيعوا الرسول، فجاب لله طاعة وللرسول طاعة. ومرة يقول أطيعوا الله والرسول، ما بيكررش أمر الطاعة. ومرة يقول إيه مثلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما كررش كلمة الطاعة. ليه؟ لأن ولي الأمر لا طاعة له في معصية الله. يبقى طاعة ولي الأمر من باطن مين؟ من باطن طاعة الله وإيه؟ طاعة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لأن رفع الصوت أمام من تحدثه عيل صوتك على عيله. وإحنا حتى بنقول لك ده ما يصحش يعلو صوت على صوت المعركة، مش بنقول كده في تعبيراتنا، يعني ما دام فيه صوت للنبي ما يصحش ان صوت يعلى على صوته، ولازم يكون اقل من الصوت، يكلمه بادب، يكلمه بخشوع. ولذلك قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض.
ليه؟ لأن التوقيع يجب أن يكون كما يكون بالإيمان به، يكون باللسان أمامه، ويكون بانخفاض الصوت أمامه، لأن رفعة الصوت تدل على إما على التساوي وإما على الإيه؟ وإما على العلو. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما تقولوش تعالى يا أحمد وتعالى زي محمد، ولا زي ما بتقولوا البعض، بتقول للزمالك تعالى يا محمد نعمل كذا، تعالى يا مصطفى نعمل كذا، ما تقولش لازم تقول يا أيها الرسول، لأن ربك الذي خلقك وخلقه وأرسله لك رحمة لم يخاطبه بيا محمد، فكيف تخاطبه أنت؟ الله خاطب كل الرسل بأسمائهم كده، يا دا يا آدم اهبط بسلام، مش كده؟ يا نوح برضو اهبط بإيه؟ بسلام. يا إبراهيم الله، يا موسى، يا عيسى، كله بأسميهم، إلا محمد لم نجد في القرآن يا محمد أبدا. فإذا كان خالقه لم يدعوه باسمه، أنت تدعيه باسمه لازم تدعيه بالوصف اللي هو إيه؟ يا أيها الرسول، يا أيها النبي، زي ما ربنا إيه خطبه، وإلا كنت أنت أعلى مقام من اللي خلقك بقى. إذا كان اللي خلقه بيقول له يا، ما بيقولوش يا محمد، وأنت تقول له يا محمد. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ما هم زيكم، أن تحبط أعمالكم خشية أن أعمالكم تبقى حابطة، لأن اللي هيعامل رسول الله برفع الصوت عنده أدي واحدة، أو أن تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أو تدعوه أكما تدعون أنفسكم، يبقى دي يحبط إيه؟ ليه؟ لأن عملك الذي تعمله على أنه نية طاعة صادر ممن؟ من الذي كلفك به؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، كلفك به من عند نفسه أم من عند الله؟ كده من عند الله. تبقى أنت لما ما توقرش دي، تبقى ما وقرش لما يجي رسوله أي واحد وبعدين تهينه، المرسل له يزعل ولا ما يزعلش؟ لان رسولي كنفسي. فاذا كنت هتعمل رسول زي اي واحد منكم، يبقى ما ينفعش يبقى ايه؟ يبقى هادن او مرشد ايه؟ او مرشد لكم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يعني تحبط عملك وانت مش داري ليه؟ في غمره انك له لك الف بيه، لانه هو بالمؤمنين ايه؟ يمكن اوعى تتخذ الرأفة دي والرحمه وسيله انك تتدلع وياه. لازم تحتفظ مع كونه رؤوفا ورحيما بكم، تحتفظ له ايه؟ بمهابته وكرمته، ولا تجعلوش زيك في الخطاب ابدا. اياك ان الرحمه والمش عارف زي احنا، واحد يدلل الخدام بتاعه، يقوم الخدام الغبي يعمل ايه؟ ينغر بالتدليل، يوم لما يجي يندهله كده يصهين شويه ما يجيش الله. يبقى ولذلك الرجل العربي قال ايه؟ السلام عليكم قوم حسنت اخلاقهم. قالوا وما اعلمك بحسن خلقنا ولم ترنا بعد، ده اول مره تشوفنا، فكيف حكمت علينا بحسن الخلق؟ قال والله لقد عرفت حسن اخلاقكم من سوء اخلاق عبيدكم. من سوء ليه؟ لانهم ما بيعاقبوش على الزله، لانهم ناس طيبين. يقوم دي يغري مين؟ قال فاياكم ان تغتروا بانه بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل كما فعل معكم كذا، اديله برضه المهابه اكبر من ايه؟ من هذا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، ده المقابل بقى، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، عرف مكانته دائما وإن كان بهم رؤوف ورحيم. يجي مثلا خادم رسول الله يقول إيه؟ أنا خدمت رسول الله 20 سنة، فوالله ما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا في شيء لم أفعله لما لم تفعل. شوف إزاي، شوف الرحمة، شوف الرأفة. ولكن هذا يجب أن لا يغريكم عن منزلتكم منه، بل ادوله التوقير اللازم له، ولا تسقطوش الرأفة بكم، ما تسقطش المهابة عنده. إن الذين يغضون أصواتهم، يعني يخفضونها، يكلموه كده بإيه؟ برقة، مش بعلو وصول.
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. امتحنها يعني إيه؟ قال لك صحابة رسول الله وأتباع دينه وهو الإسلام مكلفون بمهمة هي مهمة الأنبياء الذين سبقوا رسول الله، لأنهم مفوضين أن يحملوا أمانة رسول الله إلى العالم كله، فمن خليهمش يحملوا أمانة تبليغ رسالة الله إلى العالم كله إلا إذا اختبرناهم، عشان ما ناخدش إلا مين؟ الصنديد الصنصور. ودي مأخوذة من امتحان الذهب، يمتحنوا الذهب يجيبوه يغلوه في البوتقة على جان الشيء الغريب من المعادن يخرج ولا يبقاش إلا إيه؟ اللي هو عيار 24. فيه معادن تخليه عيار 21، في معادن تدخله تخليه ايه 18، في معادن يخليه 16. وانا عايزه ايه؟ وعايزين برضو الصلب، نجيب الحديد العادي ده ونقعد ايه ندخله النار، يوم يطلع كده يطلع المعادن الخبيثه اللي تمنع التحام الجزئيات مع بعضها. والا فالصلابه في الشيء تجي من ايه؟ من ان كل ذره ملتحمه بذره التحاما قويا، مش ما فيش فاصل يعني. فاي بقى زي ما قلنا ثالثتي زي ما يسموه ايه يعني حاجه ده صلب يعني ايه يعني ما فيش معادن غريبه. المعادن الغريبه دي تدخل بين ذرات الحديد وتعمل فجوه، تقوم تخليه زي ما يقولوا خرع في الضربه يقطم، وهو عايز يخليه ايه صلب. اهو الامتحانات معناها ايه؟ اختبار ينفي الخبث في الانسان. الامتحانات اللي بيعملوها في المدارس مثلا ما هي اختبار لايه؟ يشوفوا العلوم اللي قاعد من درسها لهم طول السنه ثابته عندهم ولا مش ثابته. وان كانت ثابته والله ياخد ممتاز، وده ياخد جيد جدا، وده ياخد جيد بس. ليه؟ علشان كنا عايزين مناصب عليا هناخد من الممتازين الاولين دول. يبقى امتحان الله لخلقه من المؤمنين عشان سيحملون مهمة جسيمة ليبلغوا رسالة الله إلى العالم كله. ولذلك تجد ليكون الرسول إيه؟ شهيدا عليكم وتكونوا أنتم به. يبقى واخدين رسالة مين؟ يبقى كل مسلم منا وكل مؤمن بالله وبرسوله يأخذ مهمة من مهمة الرسول. الرسول يشهد أنه بلغنا، ونحن يجب أن نشهد أننا بلغنا الناس. يقوم لازم يمتحنهم. ولذلك تيجي احداث في الاسلام، يجي الاسراء يقوم لا ايمان ضعيف كده، يقول ايه بقى راح في ليله واحده وطلع السماء، يقول احنا عايزين كده، احنا عايزين ننفي الخبث ده، وعايزين ما يفضلش مسلم الا الايه؟ الا اللي يحتمل المهان كلها، ويعرف ان الغايه اللي بيحارب من اجلها اثمن من الحياه التي يتركها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ الذين يقدمون انفسهم في معارك الاسلام ويستشهدون يموتوا، نعمل لهم ايه؟ نكافئهم بحاجة ما حصلتش. ده بيقول كل نفس ذائقة الموت، ده ذائقة الموت في نظركم، لكن الشهيد ما يموتش، عند ربهم ايه؟ أحياء ويرزقون. يبقى الذي قدم نفسه فقتل وهب حياته، يقول له انت وهبتني حياتك، أنا أهبك الحياة فلا تموت أبدا، هتموت عند الناس إنما عندي أحياء عند ربهم إيه؟ عند ربهم إيه؟ يرزقون. إذن الفتنة والاختبارات والأشياء بتأتي عشان مين؟ عشان تصفي النفوس المسلمة من الخور الذي تقع فيه نتيجة لوسوسة الشيطان. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هي اللي قال وعد الله الذين آمنوا مغفرة وإيه؟ وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، جماعة كانت أخذت زراريهم أسرى فجوب عشان يراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام في إنه يعني إيه يطلق ويدي حرية للأسرى بتوعهم اللي قالوا. فراحوا بقى عند بيت النبي والغرف وما جوش لا من الابواب ولا جم من ورا. يا محمد
جعلوا نداء الرسول أول غلطة إنهم جعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم لبعض. ثانيا إنهم ما جوش من على الأبواب، راحوا من بره لأنهم ما يعرفوش رسول الله في حجرة مين، حجرة عيشة، حجرة حفصة، حجرة أم سلمة، فراحوا من وراء. طيب أنتم تعلموا أن رسول الله له مهمات مع الناس ومهمات مع أهله ومهمات مع ربه. فإذا كان رسول الله ما هو الظاهر لا في المسجد ولا هو ظاهر لكم، يبقى إما أن يكون في مهمته مع الله مدخلوا، وإما أن يكون في مهمته إيه. فما دام أنتم ما شفتوش ما كان يصح أنك إيه تنادوه وتسيبوه لحد ما يخرج على إيه على راحته. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا إيه لا يعقلون، أظن لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، أنت بطبيعتك كده بعد ما تفرغ من واجبك نحو أهلك ومن واجبك نحو ربك ومن راحتك اللي أنت بتدخل تقيل فيها شوية، لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لأنه لما خرج بعد ما ندوله أطلق نصف الأسرة، قال والله لو صبروا لو أخرج عليهم لكنت أطلقت الأسرة كلهم، إنما جعل ذلك أدبا لمن خرج على اللياقة والأدب مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم أم قال لك من الأكثر ده والباقي يعقل، إنما دم قليل ما سمعوش كلام الأكثر، ما سمعش الكلام والأكثر تغلب يا محمد، تاني يقول يا شيخ ما يسمعش كلام. ولو أنهم صبروا أي حتى تخرج إليهم بعد قضاء أوقاتك مع أهلك أو خلوك مع ربك أو راحة نفسك لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يعني ما أخذناهمش برضو بالإيه بالعذاب، ورسول الله جزاهم على قدر إيه على قدر عملهم حتى لا يكون غضبه كله لنفسه. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نلاقي الذين آمنوا كانت أولا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذه أول حاجة. وبعدين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وبعدين قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الله أيها وأيها المؤمن كل حاجة يجيب أيها الإيه، قال لك لما يجيب أيها المؤمنين فإيه ده يبقى دليل على إن ده شيء ما بيجيبش عطف على بعض كده عطف على بعض، بدليل ان سيدنا لقمان لما جه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك طبعا خطيب خلاص لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. يا ما كانش يقول واقم الصلاه، قال يا بني ايه اقم الصلاه. طيب وبعدين وامر بالمعروف، ما قالش يا 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 بني امر بالمعروف وانهى عن، قال لك لا، لان لا تشرك بالله واخد العقيده والباقي واخد عمل الجوارح، فخلاها في نداء ايه في نداء واحد. نلاحظ بقى ان كل يا ايها الذين امنوا جاري اشياء هنا، التقديم بين يدي رسول الله بين الله ورسوله، رفع الصوت عند رسول الله عشان نخفض الايه الاصوات، وبعدين قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو الفاسق؟ الفاسق ماخوذ من فسقه الرطبه. الرطبه مرحلة من مراحل التمر، لأن مرة يبقى إيه قلع وهو صغير، وبعدين يبقى إيه بصر يبتدي يلون أصفر ولا أحمر، وبعدين يبقى يرطب. لما يرطب معناها إن داخله كش والقشرة أبت، مش اللي بنشوفها كده لذلك بنملطها كده. فإن كان الجو حارا وجافا تقوم تنشف القشرة على الرطبة، كل ما يكون جاف وحار أشد تلزق القشرة في الرطبة يبقى تمر. اللي انت بتشوفه ناشف ده مر على كل حال، مر على انه رطب وبعدين ايه جفت الرطبة على الايه. فلما الرطبة تيجي امرار تفضل رطبة، تهزها كده توقع او تلقطها بايدك. الحق سبحانه وتعالى كما لما تحدث عن الرطب في مسألة مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك إيه رطبا
جنية رطب يعني إيه؟ وصل إلى مرحلة النضج لدرجة إن القشرة منقطع عليها. فإذا طلعت الثمرة اللي هي البلحة من القشرة وبانت كده يقال فسخت الرطبة. فسخت يعني خرجت عن الإيه؟ عن القشرة بتاعتها. لما تدخل لما تخرج عن القشرة بتاعتها يقوم تتعرض للحشرات وللإيه؟ وللآفات. كذلك المؤمن الإيمان يغلفه من أن تصيبه الآفات. الإيمان يعمل إيه؟ يغلفه عشان إيه؟ يصونه من الآفات. فإذا خرج عن هذه يبقى فسق، يعني خرج عن الشيء الذي يصونه عن الإيه؟ الآفات. تقوله فسقت الإيه؟ فسقت الرطبة. هذا هو الفاسق. فاسق هو إيه؟ قال لك اللي بيعمل كبيرة صحيح أو مجهول الحال. أنك لما تاخد الخبر من واحد يسيئك ما تسلملوش قوي كده. إن كان فاسق ومعروف الفسق يبقى دايما انطر كلامه حتى تتبين. ليه؟ أم قال لك لأن خلق الإنسان من الأغيار. مر الكاذب اللي طول عمره يكذب يمكن يصدق في حاجة، فلعله صدق هذه المرة. تقوم انت تعمل ايه؟ ما تتبش على قول حكم حتى تتبين الواقع. لما تبقى تتبين الواقع يبقى رتب الحكم، انما ما ترتبش على الوشاية او الكلام اللي قاله الفاسق حكم. ليه؟ ان كان فاسق يبقى له عادة في الفسق، وما كانش فاسق احتياط. يبقى تبين اولا. والى لقاء اخر ان شاء الله.